أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن حوالي 305 كيلومترات مربعة، أي ما يقارب 84% من مساحة قطاع غزة، تم وضعها تحت أوامر الإخلاء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح المكتب الأممي أن القصف الإسرائيلي المتواصل لا يتسبب في سقوط المئات من الضحايا المدنيين وتشريدهم، فضلا عن إلحاق الأضرار وتدمير البنية التحتية التي يعتمدون عليها في القطاع.